انت صور مش ايوه يلا بينا، السلام عليكم. يلا بينا. النهارده ان شاء الله هنتعرف في المكنه 3035 ازاي ان احنا نتعامل مع ظهر المكنه في شويه المكونات اللي موجوده معانا هنا، ازاي نفكها ونوصل لها، ولو فيها اي عطل ازاي نتعامل معاها ازاي. الجزء اللي احنا هنتعامل معاه النهارده اللي هو الجزء اللي فوق، تمام؟ الجزئيه دي هيبقى عندنا، هنفك الكفر اللي فوق ده وهنفك برضو الكفر اللي تحت عشان يبقى الدنيا اوضح معانا، وبعد كده هنشوف المكونات اللي هنفكها. في عندنا الكفر اللي فوق ده بيتفك بمسمار هنا، تمام، ومسمار هنا، والكفر اللي تحت بيتفك باربع مسامير، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. هنفك الكفرين دول وبعد كده نرجع نتكلم تاني. بعد ما فكنا الكفرين، الكفر اللي فوق والكفر اللي تحت، هو ده المنظر اللي باين قدامنا. الجزئيه اللي تحت دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده، الكارته بتاعه الاشارات والميكانيكا اللي بتغذي الوحدات بتاعه التغذيه، سحب الورقه وتوصيل الورقه لغايه الريجستريشن، وبتغذي برضو التانك بتاع الديفولفر، تمام. الجزئيه اللي فوق دي لو هنتكلم عليها بقى، اول حاجه هتقابلنا على ايدينا اليمين اللي احنا شايفينها الجزئيه دي، ده البوكس اللي بيبقى راكب فيه الكنترول، وبيبقى راكب فيه كارتة تانية اللي هي اسمها ماذر بورد، بتبقى وسيطة ما بين الكنترول وكارتة ورا اللي هي جوه خالص دي اللي هنفكها ونشوفها دلوقتي، كارتة البي اي سي يو، تمام. هنفك البوكس ده ونتعرف عليه وبعد كده نفك كارتة البي اي سي يو. البوكس ده بيتفك ازاي؟ في عندنا مسمارين هنا، ادي واحد وادي اتنين، وفي مسمار جوه هنا تلاتة، وفي مسمارين من تحت اهو، ادي مسمار أربعة وأدي خمسة، خمس مسامير، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كده، صح كده. نفك الخمس مسامير ونرجع تاني. فوق على اليمين. بعد ما فكينا الخمس مصاير بتوعنا نقدر نسحب البوكس ده بايدينا، هنلاقيه بيطلع معانا بسهوله جدا، تمام. لو مسكت البوكس وطلعته، تمام، هلاقيه طلع معانا. عايز ارجع البوكس تاني مكانه، امسك يا سيف بعد اذنك، ركز بقى. قشطه. في عندنا الجزئيه دي كده شايفينها، تمام. في عندنا قصادها اللي بيبات عليها الشفه دي، تمام. فدي كده اول حاجه عشان اركب البوكس، انا بحط دي على دي، تمام، وببتدي اخش بيها جوه واحاول اطبق المسامير على بعضيها واديها التكه الاخيره ركبت. طب ايه اللي ركب بقى من جوه؟ تعال نمسك البوكس كده ونقلبه من الناحيه دي، شايفين الفيشه دي؟ تمام، واضحه، قشطه. قصادها من الناحيه التانيه في الفيشه النتايه بتاعتها. لا انت حاول بقى ايه، خلي كله كده، ما تقلبوش، تمام. الفيشه اللي جوه دي، استنى امسك، ولا استنى، اهي هي دي، قشطه. طبعا احنا قلنا عشان نركب بنحط دي على دي، تمام، وبنزق جوه، امسك كده كبير، تمام كده. البوكس ركب معانا، نطلع البوكس بقى ايه ونتعرف عليه، تمام. البوكس ده اللي هو من الناحيه دي فيه كنترول اللي احنا اتكلمنا ازاي يتفك. طبعا الكنترول لما بيتفك قلنا باربع مسامير، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، تمام. لما افك اربع مسامير الكنترول بيطلع معانا، وهي دي بقيه البوكس. مفيش في البوكس جوه كارته غير الكارته دي، الباقي كله شاسيه حديد. الكارته دي وظيفتها ايه؟ ان هي بتبقى وسيط ما بين الكارته بتاعت البي اي سي يو اللي جوه والكنترول، وايه تاني غير الكنترول؟ كارته الفاكس. طب تعال نبص على الكارته دي من جوه كده. في فيشتين جوه اللي احنا شايفينهم، اللي على الشمال دي واللي على اليمين، تمام؟ الفيشه اللي على الشمال دي اللي بيركب الفيشه فيها بتاعت الكنترول اللي هنا دي، تمام؟ يبقى لما بنركب الكنترول هنا بيركب في الفيشه اللي على الشمال. طب الفيشه اللي على اليمين دي وظيفتها ايه اللي هي جوه دي؟ الفيشه اللي على اليمين دي زي ما احنا شايفين هنا، حته الصاجه اللي موجوده دي بتتفك، ولما يبقى في كارت فاكس عايزه تركب بتبقى زيها زي الكنترول كده، بتركب في البوكس ده من الناحيه دي، من الجزئيه دي، ابعد شويه، من الجزئيه دي بتركب، ترشق في الاخر في الفيشه اللي هناك. يبقى انا لو عايز اضيف كارت فاكس للمكنه بفك الشاسيه الحديد ده، تمام، وبعد كده بحط كارتة الفاكس مكانها واركبها في الاخر، ويبقى انا عندي البوكس راكب فيه كارتة فاكس وراكب فيه كنترول. يبقى الكارتة اللي جوه دي اسمها ماذر بورد، كل وظيفة الماذر بورد دي ان هي بتعمل عملية انترفيس او وساطة ما بين كارتة البي اي سي يو وكارتة الكنترول وكارتة الفاكس، تمام. كده دي المعلومات كلها عن البوكس بتاعنا. تعالوا نتفرج بقى على الكارتة بتاعت البي اي سي يو. نرجع الكنترول كده مكانه ونسيب البوكس هنا وننزل مع بعض هنا.
دي الكارته اللي اسمها كارته بي اي سي يو. تمام، كارته البي اي سي يو دي اللي بتاخد من السكانر وبتوزع على الليزر وبتوزع على برضو بتدي الاوامر الاساسيه بتاعتها للكارته بتاعت الاشارات. تمام، الكارته دي عشان افكها لازم افك اولا الشاسيه الحديد ده، تمام، عن طريق مسمار فوق ومسمار تحت، مش باين هنا او مش راكب قصدي، تمام، وافك الكابل، كابل الداتا ده اللي هو واصل من تحت من ورا هنا لغايه الكارته بتاعت الاشارات هنا، تمام، بيبقى ماشي في المسار ده ونازل هنا وواصل ما بين هنا وهنا. الكابل ده لو ركب غلط بيعمل لي مشاكل غير مفهومه في المكنه، باب مفتوح وحشر وحاجات غريبه كده، تمام. والكارت ده طبعا الكابل ده مكانه الجزء البني ده بيبوظ بسرعه، فانا اخلي بالي واكون حذر جدا وانا بفك وبركب. تمام، بفك ازاي؟ بطلع الجزء البني ده لفوق كده، خلاص الكابل وقع مكانه، الكابل والجزء البني كمان على ما يبدو ان هو كان مكسور يعني. تمام، فين بقى الجزء البني اللي وقع ده؟ شيء جميل. طبعا احنا شفنا الجزء البني ده وهو بيقع واحنا لقيناه وركبناه مكانه، ومن سعادة حظنا ان هو قابل ان هو يركب مكانه، تمام؟ انما عادة لما بيتكسر ما بيركبش مكانه تاني، وبيبقى مشكلة في عملية ان انا يعني ممكن يخليني اضطر اغير الكارتة كلها. ففي العموم وانا بتعامل مع الجزئية دي بالذات مع الكابل الداتا اكون حذر جدا، ولو تقيل معايا ما غلس عليه، لو هضطر ان انا ما افكوش خالص واجيب حد تاني يفكه ما عنديش مشاكل في كده، انما ما تعفاش عليه لانه لو كسر هيمثل لي مشكله كبيره جدا. تمام، طبعا الكارته قلنا بقى بتتفك ازاي، قلنا بنشيل الشاسيه ده، كلام جميل، مسمارين، وبعد كده في عندنا ادي مسمار 2 3 4 وفي الخامس تحت البودي ده، تمام، يبقى 1 2 3 4 5 وهتلاقي في السادس تحت البودي ده. تمام، هنفك طبعا برضو الكابلات، ادي كابل 2 3 4 5 6 والسابع بتاعنا اللي هو ايه، الكابل الداتا اللي احنا فكناه مسبقا. هنفك بقى المسامير بتاعتنا ونشيل البودي الحديد ده والبودي الحديد ده، وبعد كده نرجع نخرج المظهر معانا. مش باينه في مدخل تاني او ما غير مستخدم معانا، مش ممكن يبقى شانل تاني مثلا عشان لو ده باظ يخش ده مثلا؟ ما اعتقدش ان هم بيحبونا قوي كده يعني. تأكد كده كل المسامير كده. لا استنى بقى، في عندنا حاجة تانية بتثبت الكارتة غير المسامير اللي هي ايه؟ الكليبسات دي، شايف الكليبس ده؟ تمام؟ هو عادة بيبقى واحد يعني. تمام؟ طبعا كابل الاسكانر ما ننساهوش، ركبه كده تاني وريه للناس. كابل الاسكانر طبعا بيبقى راكب في الكارتة دي، وسع ايدك طيب، بيبقى راكب في الكارتة دي مباشرة اهو من تحت اهو، مش عارف هنشوفه ولا لا، بس هو بيبقى راكب في الكارتة، فلازم قبل ما نشيل الكارتة نشيله. شاكرين ابن الناس، تعالى كده امسك بقى زميلي كده، دي خليك معايا في النقطه دي. شايفين الكليبس ده؟ انت شايفه؟ تمام، الكليبس ده ببنز، يا اما بايدي كده بحاول ان انا اطلعه، بس البنز يكون احسن، انا بيجي معايا بايدي لان انا متعود عليه. تمام، اخليها تطلع من الكليبس ده بالبنز، وبعد كده ايه، اهرب الكارته كده بايدي، انفذها من مكانها، هوب خلاص كارته البي اي سي يو طلعت قدامنا. حلو، والبتاع البني ده برضو ايه، وقع تاني، خلي بالكوا يا رجاله، شوف اهو. تمام، نخليه على جنب نركبه، غالبا بيثبت مكانه لما بنيجي بنركب الكابل. تمام، وطالما هو اساسا مخلوع من مكانه نتوقع ان هو بعد ما نقفل المكنه يديني عطل. تمام، يبقى لو في حاجه مكسوره زي كده وجيت انا بقفل المكنه حطيته شيشنه كده مكانه، احط احتمال ان لو في اي عطل غريب قابلني ان ممكن يكون الكابل ده ارجع اعيد تركيبه مكانه ايه، صح تاني. احنا هنحاول نحطه كده ولا هو مش صح كده؟ ايوه هو كده. تمام، نرشقه في مكانه اهو كده، ونسيبه لغايه لما ايه، نركبه في الكابل. اهم حاجه ايه، ان هو ما يدقش.